صباح الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير. إلى مدى الهزل والجدل والإهانة ناهد متولي بعد أن تركت الإسلام وعاشت في المسيحية 30 عاما، ثم تعود مرة أخرى إلى الإسلام، وبعدها تعود إلى الفكر اليهودي واعتناق اليهودية. كيف حدث ذلك؟ ونتحدث عنه الآن. وفيديو: الله لم يغضب من شعب مثل اليهود، لم يغضب الله من شعب مثل اليهود. مصطفى الفقي البابا شنودة كان جريء، فأحترمه المصريون أكثر والعرب قدوة جدا. أشاد الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي بدفاع مثلث الرحمات المتنيح قداسة البابا شنودة عن القضية الفلسطينية، ووصف الفقي البابا شنودة في تصريحات متلفزة لقناة ميسات القبطية الأرثوذكسية بالجريء، مذكرا بتصريحات قداسته والتي قال فيها: لم يعد اليهود شعب الله المختار. وعرضت القناة كلمة البابا شنودة خلال ندوة القدس بجامعة الدول العربية، وقال قداسته: اليهود الذين يقولون أن لهم وعد من الله، أقول لهم إنه لم يحدث أن شعبا غضب منه الله مثلما غضب من اليهود. الوعد الذي أعطاه الله للآباء كانت له ظروف أولا، وكان له شروط ومدى زمني انتهى فيه. ولفت الانتباه الفقي البابا شنودة امتلك جراءة جعلته يدلي بهذه التصريحات، لذلك احترمه جميع المصريون أكثر، والعرب قدروه جدا جدا جدا. وكان قد قال مثلث الرحمات البابا شنودة في عظة أن اليهود كانوا شعب الله عندما كان العالم يعبد الأوثان عداهم. وأما بالنسبة للأخت نايد متولي، وعندما تم سؤالها من الأخ رشيد وقولها بأن الله ثلاث: الآب والابن والروح القدس، رفضت بشدة، بقى قالت وتحدثت بأن الآب والروح القدس هم الله، وذلك يعود إلى الفكر اليهودي والاعتناق اليهودي. لديها تشدد ذهني، لديها تشدد عقلي، لديها تشتت في جميع المجالات. وهذه الشخصية التي ازدهر عقلها وكان يفوق الكاثرين، وهناك قال أنها كانت تستغل من أجل الهروب من مصر، ودخلت المسيحية واعتنقته وعاشت فيه 30 عاما، ثم تعود بمسرحية جديدة وتتحدث وتقول إنها تعتذر لكل المسلمين عن ما قالته وما تحدثت عنه وعن الكتب التبشيرية. وبعدما كانت مساعدة في نشر الفيديو المسيء لرسول الإسلام، ثم تعود مرة أخرى وتتحدث مع رشيد وتقول أن الله هو الآب والروح القدس، كيف وماذا تعتنقين؟ ثم تأتي وتقول أن عيسى ابن مريم ليس هو المسيح يسوع المسيح، كيف وقال القرآن أن المسيح عيسى ابن مريم المسيح عليه السلام هو كان واجيا في الدنيا واجيا في الآخرة، كيف تقولين ذلك أيتها الشخصية التي ذاب عقلك في الشموع وضاع كل فكرك؟ كيف تقولين ذلك؟ وكيف تعيشين في هذه النضرة الخضراء التي كنت تعيشين فيها؟ وكيف كنت تحاربين الإسلام ثم تعودي وتعتذري؟ هل هو بالفعل اعتناق عن حق؟ هل هو اعتناق أم هو من أجل الهروب ومن أجل الهروب من السجن والذهاب والعودة إلى أولادك وأحفادك؟ نحن لا ننكر أبدا أن كل شخص من حقه ما دام حيا على الأرض أن يعيش في الدين الذي يعشقه أو الدين الذي يراه الحق، ولكن
ويل لك إن كنت تستغلي العاطفة المصرية، لأن شعبنا بطبيعي عاطفي، وهناك من يحاول أن يستغل هذه العواطف، وهناك من يحاول أن يستغل هذه الكلمات من أجل إثارة الفتنة الطائفية في مصر. لعلك تظهرين، لعلك تقولين كلام أنت لا تقتنع به، وبعد أن قلت وتحدثت أنه ظهر لك المسيح وظهر وهو على كرسي العرش والكل يسجد له، كيف تقولين بعد ذلك أنه هو أسوأ شخصية شفتيها في حياتك؟ وإزاي تقولي إن هو عشر جنسيا؟ وإزاي تقولي إن كنت حامل 18 سنة؟ فين عقلكم يا جماعة؟ فين العقل لما واحدة ست تيجي تقول وهي عندها 80 سنة إن السيد المسيح مسك إيده الشمال وكان في إيده حاجة ومسكها باليمين وحطها بطنها وبقت حامل وكانت بتعاشره، ونتيجة إن هو قال لها على سر خطير، فعشان ما تقولش السر دوت فهو شوه جسدها وسرها. هي ما تعرفش إن الشيطان بيحارب كل العالم؟ أوله الآية حتى بتقول أولون يكونون آخرون وآخرون يكونون أولون. أنت اخترت النهاية التي اخترتيها، ولعل الله يغفر لك كيفما كنت. وإن اعتنقت الدين الإسلامي فمن حقك، إن وجدت هذا هو الدين الحقيقي، ليس علينا غير أننا نصلي من أجلك، وأن نصلي ونرفع الصلاة من أجل أن تكوني إنسانة كريمة. إن كنت في وسط المسيحيين أو في وسط إخوتنا المسلمين، أنت لا تزيدي من الإسلام ولا تنقصي منه، ولا تزيدي من المسيحية ولا تنقصي منه، ولكن كلنا نرغب فأن نعيش حياة هنيئة، حياة جميلة في وسط وطننا الغالي، ومن أجل نصلي من أجل رئيسنا المحبوب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس وطن مصر العظيم، ونصلي من أجل غبط القداسة البابا تودروس الثاني بابا بطريرك الكرازة المرقسية. الكلام كثير والكلام ليس لديه أكثر من ذلك. وبالنسبة إحنا بنقول دايما أن نستنكر الهجوم الفنانين وأسرهم، الجمهور بسبب انتقاد شديد. لماذا يفعل كل ذلك؟ هل أصبح المصريين من حقهم أن ينتقدوا أي شخص، أو أن يذهلوا من أي شخص، أو أن يحطموا من أي شخص؟ عبد الرحيم كمال يستنكر هجوم فنانين وأثرهم على الجمهور بسبب انتقاد أداء داليا شوقي في سفاح الجيزة عصر البزراميط. استنكر الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال هجوم فنانين وأثرهم على مشاهدين أبدوا عدم رضاهم عن الأداء في تجسيد الشخصية، ورأوا فيه أنه غير مقنع، حيث تدافع والدة الفنانة داليا شوقي والفنان محمد سراج زوج شقيقتها عنها بعدما تلقت انتقادات من قبل الجمهور بسبب أدائها في مسلسل سفاح الجيزة، والذي أصاب نجاحا كبيرا منذ عرض الحلقة الأولى. وكتب عبد الرحيم كمال عبر حسابه الرسمي على فيسبوك ظاهرة إن الفنانين وأهل الفنانين وقرايبهم ونسايبهم بيشتموا الجمهور، دي ظاهرة عجيبة جدا وترسخ لمفهوم جديد فني بيميز عصرنا، وهو مفهوم أصبح كله انتقادات. وبيقول كمان إن ده بقى عصر البزراميط. عفوا أحبائي وأعزائي على هذا اللفظ، أشكركم وأتمنى لكم الخير والسعادة، ولا تنسوا اشتراككم في قناتكم قناة الملكة والأمين.